يقول أحسن الله إليك: ما حكم من يرتكب الكبائر؟ ماذا يفعل؟ هل تقبل له توبة؟ سمع بعض الناس قالوا له: لا يقبل منه لأنه خالف أمر الله، فكيف يغفر الله له؟ هذا القائل لهذه الكلمة لا تقبل التوبة معللا ذلك بقوله لأنهم خالفوا أمر الله، هذا متألي على الله وقائل على الله جل وعلا بلا علم. وأعظم الناس إثما من ييأس الناس ويقنطهم من التوبة، أعظم الناس إثما من ييأس الناس ويقنطهم من التوبة، وهذا من أعظم ما يكون في باب الآثام وباب الصد عن الله وعن الإقبال عليه والتوبة إليه سبحانه وتعالى. ومر معنا في أسماء نبينا عليه الصلاة والسلام أنه نبي التوبة، أنه نبي التوبة. ومن الذي يأس الناس ويقنطهم والعياذ بالله من التوبة إلى الله ويقول إن الله لا يقبل التوبة؟ هذه كلمة عظيمة وتألي على الله وقول على الله بلا علم. والله سبحانه يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الله يقول إن الله يغفر الذنوب جميعا. والذي سئل أو سأل السائل عن مقالته في السؤال يقول: لا، لا تقبل لأنهم خالفوا أمر الله. وربنا جل وعلا يقول إن الله يغفر الذنوب جميعا. وبهذا نعرف أن هذا القول تألي على الله وقول على الله بلا علم، لأن باب التوبة مفتوح، باب التوبة مفتوح. وجاء في الحديث إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. إذا طلعت الشمس من مغربها طبع على كل قلب بما فيه، وإذا رآها الناس آمنوا جميعا، لكن لا يقبل الإيمان حينئذ. لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إذا طلعت الشمس من المغرب آمن الناس جميعا، لكن لا يقبل الإيمان حينئذ. وكذلك لا تقبل التوبة إذا غرغر الإنسان، يعني إذا بدأ يغرغر تخرج روحه وعاين الموت وشاهد ملائكة الموت وقال تبت الآن، التوبة لا تقبل، لقوله عليه الصلاة والسلام: تقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر، ما لم يغرغر. يعني أما إذا حصلت الغرغرة ورأى الملائكة وعاين الموت وأعلن التوبة لم تقبل، لأن التوبة حينئذ توبة شهادة ليست توبة غيب. شاهد الموت، شاهد ملائكة الموت، أيقن بقبض روحه فأعلن توبته، فلا تفيد التوبة حينئذ. الشاهد أن باب التوبة مفتوح. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الذنوب جميعا: الشرك والزنا والسرقة والقتل وكل ذنب. إن الله يغفر الذنوب جميعا، من صدق مع الله في التوبة تاب الله عليه. ولهذا قال: لا تقنطوا، لا تيأسوا. فكيف يأتي إنسان وييأس ويقنط؟ الله يقول لا تقنطوا، وهذا يقول لا تقبل توبة. هذا تقنيط والعياذ بالله. لا تقنطوا من رحمة الله. نعم.